لك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، واكتبنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم اكشف عنا الغمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.